مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير فطاير بالبقدونس والجبنة بالمقلاي. فطاير كتير كتير طيبين، وريحة البيت عن جد بدون مبالغة، ريحة البيت كتير كتير فحت حلوة، ريحتها عجين كأنه بفرن. شايفين منا شكل فطاير كتير كتير رائعين وطرايا، شايفين هالشكل رائع، بعجينة طرية وكتير كتير روعة، والعجينة كتير رائعة ولونها رائع بشهي. هيك منا شكل، شايفين هالشكل الحلو، كتير كتير رائعين. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط كوب حليب دافي، كمان ربع كوب زيت نباتي او زيت زيتون، ما في اي مشكلة، ملعقة وربع خميرة، ملعقة وشوي، ملعقة صغيرة سكر، ملح، ملعقة، ملعقة وربع تقريبا ملح، كوب، اثنين، ثلاثة. حطيت ثلاث أكواب طحين، نعجنهم مع بعض. هيدي العجينة خلصنا عجنة، طلعت كتير تمام، منشيلها منحطها بالجات. طب مكان دافي حوالي نص ساعة. خلطة الجبنة اللي بدنا نعملها عنا هون جبنة مثلثات ثلاثة، جبنة مازوريلا أو تشادر ما في أي مشكلة، وبقدونس، بنخلطهم مع بعض. هلا خلطناهم بهذا الشكل وصاروا متماسكين، بنحطهم على جنب وبنعمل العجينة. هيدي العجينة بعد ما ريحناها نص ساعة. حاول اقطعها قطع متساوية. هعملها بهيدا الحجم، حجمها كتير حلو. نحشي العجينة،
تطلع منها الهواء بهيدا الشكل عشان اذا رقيتها ما تنخزق معي. طلعنا الهواء، هلا برجع بسكرها منيح. هلا بنحطها على جنب، برش رشة طحين خفيفة. هلا بحطهم على الطبلية، بغطيهم وبتركهم يرتاحوا حوالي ربع ساعة. بعد ما ريحنا العجينة ربع ساعة، هلا بدنا نكفي. بدي اعملهم بالمقلاي. بحط الغاز على درجة حرارة وسط معتدلة ومنحمل المقلاي، مننطر المقلاي لتحمى وبرجع بحط الفطاير بقلبها. بس اتأكدت انه من المقلاي حميت، هلا منبلش بالفطاير. بسم الله. شوفها اذا صارت منيحة من الاسفل. واو، هيدا لونها بعقد كتير رائع. شوفوا من الجهة التانية كيف صار لونها. صار كتير شكلها رائع، لونها حلو ورائع. بحطها على جنب، بحط عمنش فيه وبحط واحدة تانية غيره. هول الفطاير اللي عملناهن. هلا عندي هون زبدة دايبة، ملعقة طعام مليانة، بحط فوقها حوالي ملعتين طعام بقدونس مفرومين. وبدهن الفطاير. هيدي دهنتها من الأسفل، هلا بحطها بالصحن. هيدي ما بدهنها من الاسفل عشان اوريدي اللي تحتها مدهونه. هول الفطاير اللي عملناهم بالمقلاي، فطاير كتير رائعين. بتمنى الطريقه تكون نالت اعجابكم. تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.